السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى أن تكونوا بألف خير. في الفيديو هذه إن شاء الله راح نقوم بحل أو بمعرفة مجموعة من التمارين على المصفوفات والأشعة لفيكتور إلي ماتريس. هذا بطبيعة الحال بناء على رأي الأغلبية الأصر أنها تكون هذه الحلقة على يعني تمارين تقوية في الأشعة والمصفوفات. قبل من ما نبدو، يعني من المستحسن أو من الأفضل أقول أنه تكون تعرف كيف يعني تشغل أو تشتغل التعليمات التكرارية والتعليمات الشرطية، كذلك كيفية كتابة مصفوفة والشعاع على المطلق. بالنسبة لما يعرفوش الأشياء هذه تماما، يعني هذا الرابط بتاع قائمة تشغيل بلاي ليست اسمها مطلب فصيل. إن شاء الله بعد ما تتابعها راح تتعلم ما تحتاجه وأكثر خلال هذه الحلقة إن شاء الله. بالنسبة لما يعرفوش في الرياضيات يعني أصلا أو يكرهوها، لتقريب يعني المفهوم أكثر عن المصفوفة أو الشعاع، يعني يعني بالنسبة للمصفوفة هي عبارة عن جدول، يعني تقدر تفهمها بالشكل هذا حتى أنك تقدر يعني تتعامل معها في المطلب. هي عبارة عن جدول يحتوي على أسطر وأعمدة. أما بالنسبة للشعاع فهو جدول يحتوي على سطر واحد ولكن عدة أعمدة مختلفة. مثلا راح نديرو مثال، مثلا فيكتور يكون فيكتور مثلا اسمه أ تساوي على سبيل المثال هكذا، راح يكون من واحد حتى مثلا خمسة. كما تشوفوا هذا عبارة على جدول من يعني فيه عدة، في سطر واحد وعدة أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كذلك إذا حبينا مثلا أنه نديرو ديكلاراسيون مصفوفة، مثلا بالنسبة للسطر الأول راح يكون واحد حتى الثلاثة، بالنسبة للسطر الثاني واحد حتى الثلاثة أيضا. نقدروا يعني مجرد مثال فقط لتقريب المفهوم. كما تشوفوا بالنسبة يعني اللي يحب أكثر يفهم أو إنه ما يعرفش فيهم، خلاص تقدر هنا ترص مثلا كما عندنا الفيكتور أ، رصه على أ هنا في الورك سبيس أوبن سيلكشن، راح يحليك يعني الفيكتور اللي عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعطيك الإحداثية تاع كل قيمة في هذا الشعاع. وكذلك بالنسبة للمصفوفة أوبن سيلكشن كما تشوفوا واحد 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 اثنين واحد ثلاثة وهكذا، يعني حتى هذه يعني تسهل عليكم الخدمة وتقرب لكم المفهوم أكثر إن شاء الله. نعتذر جدا عن هذه المقدمة المطولة لكن هي ضرورية في حقيقة الأمر. اخترنا لكم مجموعة كبيرة ما يعني من التمارين التدريبية المختلفة والمتعددة في المصفوفات والأشعة. أولا راح نبدو نشوفو ديكلاراسيون دا ماتريس، يعني كما شفناها الآن يعني أو فيكتور. فقط بهذه الكتابة راح تقوم انك يعني تكري او تخلق داخل المطلب شعاع او مصفوفة بالقيم اللي تحب عليها انت. عندنا مثلا اذا حبينا مثلا عندنا مثلا في المصفوفة ب هذه عندنا اسطر وعندنا اعمدة، حبينا يعني نديروا العكس، العمود يولي سطر والسطر يصبح عمود. مثلا نحطها في المصفوفة سي تساوي، المصفوفة سي تساوي المصفوفة ب بريم فقط هكذا، وراح تتعكس كما تشوفوا لهنا بعد ما كانت واحد اثنين ثلاثة في السطر وأصبحت واحد اثنين ثلاثة في العمود. يعني كل سطر من المصفوفة هذه ب راح يصبح عمود في المصفوفة الجديدة. ماذا مثلا لو حبينا انه ناخذ سطر كامل، يعني مثلا بالنسبة للمصفوفة سي هذه مثلا حابين نهز منها السطر هذا الكامل واحد 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 مثلا على سبيل المثال، أو عمود ده نقدر نهز واحد اثنين ثلاثة مثلا، راح تكون دي على سبيل المثال، وحيب بيان سور راح يكون فيكتور هكذا. مثلا لو حبينا انه نهزو يعني السطر الاول كاملا، يعني هكذا زوج نقاط، عفوا نظن انه عندنا خطأ، عفوا هنا حتكون فيرجول فقط، عفوا نعتذر على الخطأ. يعني عفوا كما تشوفوا لهنا هزينا السطر الاول كاملا، هو واحد واحد واحد.
لو حبينا مثلا بالنسبة للصدين نهزوا العمود فقط، يعني نديروا في بلاصة السطر زوز نقاط، وبالنسبة للعمود رقم واحد. كما تشوفوا لهنا هزمنا العمود كاملا، هو اللي هو 1 2 3 من المصفوفة سي، 1 2 3 يعني حطيناها كفيكتور في الدي، ونقدر نقوم عليه بعد العمليات اللي نحتاجها نحن. كذلك مثلا حبينا انه في المصفوفة مثلا سي او دي، هذه اللي 7% اللي عندنا في المثال فقط، انه نلغو نقوم بإلغاء او مسح الكامل لسطر او عمود. مثلا راح نقول المصفوفة سي هكذا، مثلا مصفوفة سي راح السطر هذا او السطر هذا مثلا كاملا، يعني السطر الاول فيرغول دو بوان يساوي هكذا فقط فعلا، وراح يتحذف او يتلغى السطر الاول. كذلك يعني بالنسبة للعمود، يعني اذا حبينا مثلا في العمود فقط راح نعكسه مثلا العمود الثاني كاملا هكذا كما تشوفوا من مصفوفة السي، واصبحت عندها يعني قيمة جديدة بطبيعة الحال السي كما تشوفوا هنا في الورك سبيس، يعني والتنين 3 3 بعد ما يعني كانت عندها قيم اخرى خلاص، وكانت يعني الحجم بتاعها اكثر من الحجم ذا الحالي لهنا. الان بعد ما شفنا كيفاه يعني من مصفوفة انه ناخذ سطر كامل فقط او عمود كامل فقط، راح نشوفوا كيفاه انه ناخذ مثلا سطرين او اكثر، او كذلك عمودين او اكثر. مثلا راح تكون عندنا المصفوفة جي مثلا تساوي نطلع المصفوفة بي لأنها تكون الحجم بتاعها أكثر أحسن. مثلا لو حبينا نهزو السطر الثاني الكل وكذلك العمود الثاني تساوي أول عن بي، نفتح القوس هكذا راح نقول مثلا السطر مثلا الثاني والثالث، يعني من 2 حتى 3. بالنسبة للعمود مثلا لو حبينا انه ناخذ مثلا العمود الاول والثاني، كذلك العمود الاول والثاني هكذا كما تشوفوا السطر الثاني والثالث، اللي هو السطر هذا 1 و2 والعمود الثاني والثالث، يعني 2 2 عفوا نطلعوا هكذا حتى تكون احسن يعني العملية. هزينا السطر الثاني والثالث، وهزينا منهم العمود الأول والثاني، يعني 1 2 1 2، يعني هزينا القيمة هذه هكذا. كذلك لو مثلا اسمحوا لي خليني أقوم بالمسح هكذا، لو عندنا مصفوفة A مثلا تكون من 1 حتى 3، مجرد مثال فقط 1 3 كذلك من 1 حتى 3، هذه المصفوفة A، وراح تكون عندنا المصفوفة B تكون نفس الكتابة فقط نبدلو في التسمية هكذا. ماذا لو مثلا حابين نهزو السطر مثلا العمود مثلا الأول هذا من A ونعوضوه في السطر الأول لي B، راح نقولوا أنه A لا عفوا B، نبدو ب B هي الأولى تساوي A هكذا. راح نقول مثلا السطر الأول من أو العمود الأول من بي اللي هو هذا، مثلا العمود الأول هو 1 وهنا راح نقبلوها بزوج نقاط، بالمقابل أنه في أ لهنا بالنسبة لأ راح نهزو منها السطر الأول الكل هكذا تكون الكتابة، وراح تشوفوا كيف تصبح بي. بي بعد ما كانت في السطر الأول 1 2 3، عفوا قصدي في العمود الاول 1 1 1، لانه نحن استبدلنا العمود الاول هنا فقط، اصبحت 1 2 3، انه السطر الاول من A اصبح العمود ل B. وكذلك بالنسبة اذا مثلا اردنا استبدال العمود بسطر، يعني نفس العملية فقط.
كذلك لإيجاد أكبر قيمة مثلا في المصفوفة بي هذه الجديدة اللي عندنا، مثلا إيجاد أكبر قيمة أو أصغر قيمة من كل عمود هنا، مثلا العمود الأول والثاني والثالث. كده أكبر قيمة، عفوا، راح نقوم ماكس، كتبت ماكس بي، أعطانا بالنسبة لهنا 3 وبالنسبة لهنا 2 وبالنسبة لهنا 3. لكن لو حبينا نجد أكبر قيمة في المصفوفة هنا يعني ككل، راح نديرو حاجة سهلة خلاص، يعني كيما تشوفوا يعني الـ يعني الـ يعني الاستعمال تاع المصفوفات يبان مرة الأولى خاصة في الرياضيات، وبعد في المطلب يبان يعني حاجة يعني صعيبة ياسر، وتبان أنها يعني صعبة الاستخدام وما نقدروش، وعلى أنه على أساس أنه المطلب يعتمد على المصفوفات، لكن في النهاية يعني راي أبسط مما تتخيل، يعني حاجة يعني سهلة خلاص كيما تشوفوا. ديزانستركسيون لازم لنا يعني نعودوا نعرفوا كيفاش يخدموا فقط، نعود نتعاملوا معاهم بطريقة يعني بسيطة جدا جدا. كما تشوفوا أكبر قيمة في المصفوفة أنه ماكس بي، يعني أكبر نقطة، أكبر قيمة في يعني الفيكتور هذا، الشعاع هذا. عفوا. كذلك نفس العملية بالنسبة للمينيمال، يعني مين هكذا فقط، مثلا هنزو أقل قيمة، أقل قيمة في المصفوفة ب هكذا، اللي هي راح تكون رقم واحد بطبيعة الحال. لكن لو مثلا حبينا مثلا في المصفوفة هذه أن نوجد أكبر أو أصغر قيمة، لكن في السطر، يعني السطر هذا الأول أو السطر هذا الثاني أو السطر هذا الثالث، يعني العملية راح نقوم بها. مثلا راح نقول أصغر قيمة، مثلا أصغر قيمة خلينا نزوها ساعات للمصفوفة، يعني في كل سطر كما شفنا كيف هنا عكسوا المصفوفة انها بي بريم هكذا، وراح يعطيك من كل يعني راح يعكسها مباشرة، يعني السطر يجره عمود، ورايح يعطيك اكبر قيمة في كل يعني الامر، يعني هنا يعطيك واحد وهنا تكون 3 وكذلك هنا تكون 3. عفوا، هزينا المين، يعني هنا، يعني هنا تكون واحد وفي الثاني اثنين وفي الاخير اثنين. وإذا حبينا بنفس العملية يعني نعرفوا قديه أصغر قيمة في المصفوفة هكذا، رقم واحد بطبيعة الحال. وصلنا لنهاية الفيديو، ما حبيناش نطولوا ياسر، يعني درنا يعني الخصائص تاع او اوترومون دي، يعني كيفاش نتعاملوا مع المصفوفات في المطلب يعني بصفة عامة، ودرناها في فيديو واحد، ما حبيناش نطولوا ياسر لانه معظم الناس تحب الاختصار يعني والمفيد. يعني بطبيعة الحال اللي يعرف يعني ديزاين سيليكسيون اللي درناها من اليوم على المطلب ولي فيكتور، يعني راح تعود حاجة سهلة ان شاء الله في المستقبل. الحلقة الجاية ان شاء الله راح تكون يعني في السكريبت، كيفاش يعني اي عملية راح نشوفوا اي يعني العملية نحب نحلوها في المطلب راح نستعملوا معاها لي ماتريس او بيان لي فيكتور، يعني كما تشوفوا حاجة سهلة خلاص. نتمنى انه فكرة وصلت وانه كان الشرح تاعي بليغ، يعني اي فكرة او اي استفسار خلوه في كومنتير وان شاء الله راح نقوم برد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.